الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام النبيين وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن ما زلنا مع هذه المنظومة الجليلة للإمام الحريري رحمه الله تعالى، وملحة الإعراب كتاب جيد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه وأن يرحم صاحبه إنه على ما يشاء قدير. ما زلنا مع الممنوع من الصرف، نقول وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله: وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع نحو حنين وامن وبدري ودابق وواسط وحجري. أي سبق أن العلمية إذا اقترنت بالتأنيس منع الاسم بهما عن الصرف، فأسماء البلدان والبقاع ممنوعة الصرف لذلك كمكة ودمشق وعدن. وقفة صغيرة يبين أمرا مهما، أن الاسم إذا كان علما لمؤنث فأنه يمنع من الصرف، كما مر قبل هذا تقول مررت بفاطمة وعائشة، وكذلك أسماء البلاد، أسماء البلدان فإنها تمنع من الصرف، كمكة تقول مررت بمكة، وكذلك دمشق تقول صليت في دمشق، وكذلك صنعاء وهي مدينة معروفة باليمن. والخلاصة أن أسماء البلاد تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، لكن هناك بلاد يصح فيها الصرف والمنع، وهناك بلاد تصرف لأنها سمعت من العرب. نقول وبالله التوفيق. ويجوز الوجهان في نحو مصر بسكون ثانيه، ويصرف نحو المدينة وصنعاء اليمن وعدن أبين لدخول ال والإضافة عليها. وقفة صغيرة يبين أن مصر يصح فيها الصرف ويصح فيها المنع، والسبب في هذا لأنها ساكنة الثاني، ثانيها ساكن، فيصح فيها الصرف ويصح فيها المنع. وأما البلاد إذا أضيفت أو دخلتها الألف واللام فإنها تصرف، تقول ذهبت إلى المدينة، صليت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تصرف. لماذا؟ لأنها اقترنت بأل أو بالإضافة. وكذلك تقول ذهبت إلى صنعاء اليمن، وتقول أيضا ذهبت إلى مثلا إلى القاهرة، وهنا تصرف هذه الكلمات لأنها دخلتها أن أو الإضافة. ونحن نعلم أن الاسم إذا أضيف أو دخلته أن فإنه ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف يكون بعد أن رادف. نعم. نعم.
وما جاء حينئذ مصروفا من غير اقتران ال ولا اضافه كالمواضع التي ذكرها الناظم فتحفظ ولا يقاس عليها. يعني انها اماكن صنعت من العرب وقامت العرب بصرفها من هذه الاماكن. فحنين اسم واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة 17 ميلا. كأن حنين اسم الوادي ذكر فيه حد حنين قال اسم وادي بين مرة أخرى بين مكة والطائف وراء عرفات والطائف وراء عرفات. وحنين وردت في القرآن في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وأنت ترى أن حنين هنا صرفت ونونت وهذا مسموع من العرب. ومن المعروف وهو من مشاعر الحج من منصرفة ومن من مشاعر الحج فهي تنون. ومن الحرم الشريف وأجاز الأكثرون فيه الصرف وعدمه. ومنهم من يمنع صرفه. وبدر موضع الغزوة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يبين أمرا أن منى يصح فيها الصرف ويصح فيها المنع. وأما بدر فمنصرفة. وبدر معروفة وهي من الغزوات الكبرى. وهذه الغزوة العظيمة نزلت فيها الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهو ماء معروف وقرية عامرة بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة. وهو مصروف كما نطق به القرآن العظيم ولقد نصركم الله ببدر. ولأنه أيضا ثلاثي ساكن الوسط. ثلاثي ساكن الوسط فيصرف. وغلب عليه التذكير. عظيم جدا. ومثل حجر وهو اسم مواضع متعددة. وأشهرها حجر اليمامة. كذلك حجر تصرف. وأشهر هذه المواضع حجر اليمامة. واليمامة نسبة إلى امرأة كان يضرب بها المثل في حدة الإبصار فيقال أبصر من زرقاء اليمامة. ومثل حجر وهو اسم مواضع متعددة وأشهرها حجر اليمامة اسم بلد على مرحلتين من الطائف إلى جهة اليمن وعلى 4 مراحل من مكة المشرفة. وسميت اليمامة باسم جارية مشهورة زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة 3 أيام. وواسط مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف وسطا بين البصرة وبغداد وهو مصروف. واسط منصرفة اسم لمدينة مشهورة بناها الحجاج الثقفي وهي بين البصرة وبين بغداد ببلاد العراق. ودابق أو دابق بفتح الباء الموحدة وكسرها اسم بلد. دابق ودابق اسم لبلد منصرفة. اسم بلد من أعمال حلب وأصله اسم نهر وهو مصروف ويجوز فيه وفي واسط منع الصرف. يعني دابق اسم لبلد من أعمال حلب ببلاد الشام وهي مصروفة ومنعها البعض من الصرف. قال المصنف رحمه الله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. أي إن الشاعر يجوز له إذا اضطر أن يصرف ما لا ينصرف. وشواهد ذلك كثيرة كقوله تبصر خليلي هل ترى من زعائل. يبين في هذا البيت أن الشاعر يباح له أن يصرف الاسم الممنوع من الصرف وذلك لضرورة الشعر. وأنت تعلم أن الشاعر محكوم بالأوزان ومحكوم بالقوافي فيباح للشاعر أن يصرف الممنوع من الصرف كما قال تبصر خليلي هل ترى من زعائل. وأنت ترى أنه صرف كلمة زعائل وهي ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع ولكن الضرورة أدت إلى الصرف.
ومن ذلك قول الشاعر: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. وأنت تعلم أن الشاعر صرف كلمة مطر، قال يا مطر، وهو منادى مفرد علم حقه البناء على الضم. وقال آخر: سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. فهنا نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله فأستريح، مع أنه لم يسبق بنفي ولا طلب، وهذه ضرورة. وقول الآخر: قفي قبل التفرق يا ضباعة، ولا يك موقف منك الوداعة. وأنت ترى أنه جعل اسم كان نكرة، وجعل الخبر معرفة، وكان القياس أن يقول: قفي قبل التفرق يا ضباعة، ولا يك الموقف منك وداعا. لكن هو عكس، فجعل اسم كان نكرة وجعل الخبر معرفة، فقال: ولا يك موقف منك الوداعة. وهذا كثير عند الشعراء. نعم. قال: فنون زعائن وكسره، وهو جمع خماسي بعد ثانين ألف. نعم. فائدة: أصل الصلف الميل عن الاعتدال، مأخوذ من صليف العنق وهو جانبه، فسمي المائل عن الاستقامة صلفا، فسمي ناظم الشعر صلفا، لأن الوزن والقافية قد لا تأتي إلا بصرف ما لا ينصرف الذي يخرج عن قافية. الشاعر مضطر أحيانا فيصرف ما حقه أن يمنع من الصرف. وكنا السبب في هذا أن الأوزان هي التي تجعله مضطر إلى هذا. نعم. تنبيه: يجوز صرف ما لا ينصرف في الاختيار لأجل التناسب، كقراءة من قرأ سلاسلا وأغلالا. سلاسلا وأغلالا، والأصل سلاسلا وأغلالا. هنا صرف سلاسل لمناسبة أغلال، وقرئ هكذا. نعم. انتهى يا سيدنا. أحب أن أشير إلى شيء مهم، هو أن الممنوع من الصرف إذا منع الاسم للعالمية وعلة أخرى، فلو نكر وزالت عنه العالمية فإنه يصرف في هذه الحالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الله. على الأزهر الله الله، الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله، بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.